ازاي الرب يقول واقسي قلب فرعون؟ ازاي نقرا ونادم الرب؟ بعض الناس يظنوا ان النعمه جت بس في العهد الجديد، يقول ولعنهم باسم الرب. في ناس كمان بتستغلها علشان تشكك في صحه الكتاب المقدس. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصعب الآيات. في قصة يفتاح الجلعادي، لما نذر بنته محرقة للرب، كيف نذر يفتاح الجلعادي ابنته الوحيدة؟ وهل فعلا نفذ نذره في ابنته وقدمها ذبيحة للرب؟ ولماذا نذر يفتاح هذا النذر؟ والسؤال، هل يرضى الله بذلك ويقبل ذبائح بشرية؟ وكيف يسجل كاتب الرسالة إلى العبرانيين اسمه كأحد أبطال الإيمان بعد هذا التصرف الأحمق؟ ولماذا تطلب منه أن تبكي عذراويتها لمدة شهرين؟ كل هاي الأسئلة وأسئلة تانية كتير بنعمة الرب رح يجاوب عليها القسيس الفاضل عزت شاكر. أستاذ عزت، أهلا وسهلا فيك، مبسوطين تكون معنا. وأنا بصدق مبسوط جدا يا مي، وبصلي أن ربنا يبارك كل حلقة تكون لمجد المسيح. آمين. أستاذ عزت، واحدة من القصص الصعبة جدا الناس بتسألها، اللي هي كيف يفتاح قدم بنته محرقة للرب. فإحنا هنقرأ القصة مع بعض في قضاء 11 عدد 30، بقول ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا إن دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب. وبكمل في عدد 34، ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال آه يا بنتي، قد أحزنتني حزنا وصرت بين مكدرية، لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. ثم قالت لأبيها، فليفعل لي هذا الأمر، اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي. فقال اذهبي، وأرسلها إلى شهرين، فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها، ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة. تمام. فالسؤال هون أسيس، ليش هون يفتاح نذر مثل هذا النذر؟ عارفة يا مي، طبعا هو نذر النذر ده زيه زي أي إنسان داخل حرب ويحب ينتصر. لكن اللي عايز أأكده ليكي ولكل السادة المشاهدين إن يفتاح لم يقدم ابنته ذبيحة للرب. ويمكن ده يكون مفاجئ لكل واحد بيسمعنا الوقت. لكن أنا هقول 5-6 أدلة تابعيهم معايا. يعني أول دليل في عبرانيين 11، يفتاح واحد من أبطال الإيمان. لو كان ارتكب الجريمة دي كان كاتب العبرانيين يسجله كبطل إيمان؟ لا طبعا. ممكن تقولي لي إيه؟ طب ما داود عمل جريمة واسمه في أبطال إيمان أو غيره. أقول لك اتسجل عن داود أنه تاب، لكن لم يسجل عن يفتاح أنه مثلا تاب وندم عن الجريمة اللي هو عملها. ده رقم واحد، فهو بطل إيمان. اتنين، لما تبصي لنفس قضاة 11 تلاقي أن يفتاح شخص عليه روح ربنا، شخص متميز. مش ممكن يعمل التصرف الجنوني ده. ده تصرف جنوني ان واحد يقتل بنته. يعني بصي في قضاة 11 الاصحاح اللي قدامنا، بصي من فضلك في آية 11
اقري كده آية 11 قضاة 11 11. بتقول فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا. فتكلم يفتاح بجميع كلامه أمام الرب في المصفاة. شايفة؟ تكلم بكلامه أمام الرب الرب. لو بصيت مثلا لآية 27 الجزء الأخير هو بيقول لهم إيه؟ آخر جزء في الآية، ليقضي الرب القاضي اليوم بين بني إسرائيل وبني عمون. شوف الرب القاضي. لو بصيتي لأول جزء في آية 29 اقري كده، فكان روح الرب على يفتاح. تمام، شايفة شخص متميز جدا. هل معقولة هذا الشخص يندر هذا الندر الجنوني؟ لا طبعا. ثلاثة، يفتاح ما كان شخص متسرع. ده احنا لو قرينا الحوارات بتاعته اللي موجودة في قضاة 11 شخص عاقل متزن جدا، مش ممكن يتسرع وينذر هذا الناس. هو نذره وقت الحرب ولا ده مسافة يعني ما كانش جوه ساحة القتال؟ واخد بالك؟ عارفة لو جوه ساحة القتال نقول نذر بتسرع او انه بالعاطفة ولا بالعاطفة، لكن ابدا. الحاجة الاهم لو بصيت في آية 31 يقول الخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. كلمة محرقة لا تعني فقط أن يتقدم ذبيحة، لكن أكرسه للرب. بدليل أن في نفس رومية، رومية أصحاح 12 لما يقول أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم إيه؟ ذبيحة حية. هل حد راح ذبح نفسه؟ لا طبعا. ولا تعني التكريس؟ تكريس. فهو هنا بيقول أصعده محرقة أكرسه للرب. وحتى آدم كلارك في تفسيره بيقول إن الجزئية دي لما يقول يكون للرب وأصعده محرقة بيقول في أصلها العبري معناها يكون للرب أو أصعده محرقة. واخد بالك؟ وجاية كده في ترجمة مودرن كينج جيمس. يعني قصدك ان هو ما قدمها ذبيحه لكن لا غير كده. عارفه اقول لك حاجه ثانيه، لكن كرسها. غير كده اقول لك حاجه ثانيه في ثانيه واحده، ان اللي اكد ده ان يفتاح راجل عارف شريعه ربنا وعارف ان الرب بيرفض الذبائح البشريه الدمويه. بص معايا يا مي من فضلك لسفر التثنيه، تثنيه 18 ايه 9، اقري لنا آية 9 و10. متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر. شايف الرب أنا مستعد أجيب لك عشرات النصوص من العهد القديم اللي فيها الرب بيرفض الذبائح البشرية. ويفتح كان عارف ده، فكشخص عليه روح ربنا لو عمل حاجة غلط كان ممكن روح ربنا يمنعه. شخص حكيم وعاقل وفاهم كلمة ربنا لا يمكن يعمل نذر زي كده وهو فاهم ان ده ضد شريعة الرب. طب يعني قصدك تقول ان هو كرسها طبعا للخدمة طبعا. طب هون بنشوف في عدد 35 بقول لما شافها راح مزق ثيابه واختم. تمام. طب ليش كل هالحزن؟ ما دام هو كان عارف انه هو راح يكرسها لخدمه خيمه الاجتماع، ليش بنشوفه انه اختم ومزق ثيابه؟ ليه كل هالحزن؟ باختصار يا مي، لان بنته دي كانت عذراء لم تعرف رجل. ولو بصيت الايه 34 بص الايه 34 من فضلك في النص الثاني يقول وهي وحيده لم يكن له ابن ولا ابنه غيرها. وانت عارفة النظرة للنسل، النسل في العهد القديم ولغاية النهاردة الناس شايفة النسل امتداد ليا لوجودي لكياني. فهو حاسس اني بما انه ما عندوش لا ابن ولا ابنة غيرها وهي هتكرس لخدمة الرب، اذا اسمه هينتهي الى الابد. هو شايف ده فهو حزين جدا. لكن بأكد لك تاني وللسادة المشاهدين، لم يذكر في كل الأصحاح اللي قدامنا إن هو ذبحها، لم يذكر. تجي بس يتقال في آخر آية إنه نفذ نذره،
لكن ما تقالش ذبحها. عمرك قريت أولا لو أنه فعلا هيقدمها ذبيحة للرب، الذبيحة كانت تقدم فين؟ جوه خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع تمام؟ مصبوع. ومين اللي هيدبحوها؟ الكهنة. الكهنة أو مش الكهنة ممكن. كان يدبحوها؟ يدبح واحدة؟ مش ممكن بالك؟ صح. أو هو ما ينفعش لأنه مش كاهن ما يقدرش يدبحها. إلى جانب ما كانش لأي شخص الحق أن يرتكب جريمة زي كده، يقتل ابنة أو ابنة دون أن يلجأ إلى القيادات العليا. دي جريمة. مظبوط. يقدر واحد النهاردة يدبح ابنه أو بنته؟ مش ممكن. جريمة ولا مش جريمة؟ مظبوط. جريمة. فأنا بقول ما حصلش. ولو إن يفتاح كان كسر وصية الرب اللي فيها الرب بيقول مش عايز ذبائح بشرية، لابد كان الوحي هيشير لكده، لأنه ذكر خطية داود وخطية موسى وإلى آخره. كان ذكر الخطية بتاعت يفتاح، لكن ما شفناش ده موجود خالص. فأؤكد لك إن ده ما حصلش إطلاقا. طب بس بنشوف كمان هي كمان طلبت من أبوها إنها تبكي عذراويتها لمدة شهرين. طب كيف؟ ليش؟ صدقيني يا مي، نفس إنها طلبت تبكي عذراويتها ده يؤكد لينا إن ما كانش اللي هيوقع عليها حكم الموت. لأن لو هيوقع عليها حكم الموت تخيلي معايا، كانت تقول له أبكي عذراويتي ولا أبكي إنها فارق الحياة؟ المنطق يقول ايه؟ مظبوط. لو اني هينفذ فيها حكم الموت تطلب منه مهله شهرين تروح تقضيهم على الجبال، ولا كانت تقضيهم معاه في البيت جنبيه تودعه؟ بالظبط. لو واحد يتنفس فيه حكم الموت ده عايز ما يسيبش ابوه او امه او اخوه او اخته طول المده قبل ما يتنفس فيه الحكم. لكن دي بتبكي عذراويتها، لأن ويليام مارش ده مفسر كبير قال لنا إن كل فتاة إسرائيلية كانت بتحلم إنها تحبل وتلد المسيح. فكأن فرصتها الكبيرة ضاعت في كده، فهي بتبكي عذراويتها، بتبكي إنها مش هتنجب، والإنجاب كان حاجة كبيرة جدا. فاكرة حنة أم صميل لما كانت بتخلف؟ أيوة. مزبوط. كان وضعها إيه وشكلها إيه؟ فبتبكي عار. واخد بالك؟ فبتبكي عذراوياتها وتأكد مرة واثنين، ويقول الكتاب إنها استمرت عذراء لم تعرف رجل. يعني إيه لازمة إنه يأكدها تاني؟ عشان يأكد لينا إنه كرسها. وفي الوقت ده كان طبيعي ده بيحصل، عارفين زي الراهبات النهاردة. كان فيه والدين بيكرسوا بنتهم لخدمة الهيكل، لخدمة خيمة الاجتماع، عشان يخدموا الرب جوه كمكرسات جوه الخيمة، خيمة الاجتماع، خدمة للرب. أمين. حلو التوضيح كتير، وهنكمل حديثنا لكن بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. الكريم لفاتحة باب الرب.
قبلي وحبه يحلو اتغفر ذنبي تعالى وقوه هذا ربي ومالك قلبي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. حضرة القسيس، بنشوف في عدد 40 بقول أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي أربعة أيام في السنة. طب ليش كل هالنوح مدام هي هتكرس نفسها للرب؟ أنا فعلا معك أن في إشكالية هنا، لكن الفكرة أن الفعل العبري ينحن جاي في معظم الترجمات يحتفلنا، واخد بالك؟ يمتدحنا. فكان بعد ما هي كرست نفسها كانوا بيروحوا بنات إسرائيل ليها في المكان اللي هي مكرسة نفسها فيه عشان يحتفلنا بما فعلت، لأن فعلت بشهامة كبيرة جدا. يعني قصدك أنه الفعل، هي قالت لأبوها، قالت له بابا أنت نظرت نظر معين طلع من لسانك؟ قال لها قالت له أمين ننفذ. فكان نابع عن رغبة شديدة منها، فيها محبة وإكرام لأبوها، محبة وإكرام للرب، محبة لبلدها لأن كان أبوها انتصر في الحرب. فكل ده بنات إسرائيل كنا يحتفلن به، فيذهبن من سنة إلى أخرى ليحتفلن ببنت يفتح الجلعاد. يعني قصدك يا نحنا معناتها يحتفلنا؟ بالضبط، جاية في معظم الترجمات الإنجليزي سيليبريت. سيليبريشن. سيليبريشن. لمدة أربعة أيام في السنة. كأنه احتفال باللي عملته بنت يفتح الجلعادي. طب هلا قسيس يعني اللي مش قدامه الترجمة الثانية، كيف ممكن يعني يفهم كلمة يا نحنا احتفلنا؟ لا، ما احنا بنقول للناس إنه وأنت بتدرس كلمة ربنا ارجع للترجمات الثانية، لأن لما بترجع بتديك معنى جديد ومعنى تاني. عشان هيك. طب أسيس يعني النذر، بحب أعرف لأنه كتير من المشاهدين كمان بيسألوا، هل النذر وصية كتابية؟ صدقيني النذر ما وصية كتابية أبدا. النذر ده طلع من حتى الشعوب المحيطة جنب إسرائيل. النذر مش صح، أنا بقول لكل مشاهد، لأن النذر بيخليني أحط الله تحت شرط. عارفة لما أقول إيه؟ يا رب مثلا لو خلتني أخذ الفيزا لأمريكا، أنا هدفع مثلا في الكنيسة 1000 جنيه. تمام؟ أنا بحط ربنا تحت شرط. أولا أنا لازم أعطي بغض النظر عن جاتني الفيزا أو لا. الحاجة التانية يجب أن أسلم أمور للرب. مين قال لو جاتني الفيزا لأمريكا ورحت هتبسط؟ ما يمكن تكون أزمة وكارثة بالنسبة لي منتظراني، والرب بيمنحها لأن شايف خيري هنا، واخد بالك؟ فيجب أن لا أضع الله تحت شرط إطلاقا. مش أقول له كل اللي بيقولنا الكتاب. بص يا مي معايا في سفر الجامعة، من فضلك افتحي سفر الجامعة أصحاح 5 أي 4 و5، وإقر بوضوح، خلي كل مشاهد يشوف ويسمع يقول إيه. بتقول وإذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يصر بالجهال، فأوفي بما نذرته. والآية اللي بعديها، أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. تمام. ولا آية في كل الكتاب المقدس بتقول انذر، بتقول انذر. لكن هنا بتقول لنا أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. الكتاب بيقول لنا احترم الرب، إذا نذرت أوفي. أيوة. وداود قال كتير أوفي نذوري للرب، واخد بالك؟ أوفي نذورك للرب. لكن ما فيش آية تقول انذر، إنما إذا نذرت أوفي، لا تنكث بالوعد اللي انت وعدته. لكن النذر بيخليني احط ربنا تحت شرط، وغير صح ان انا احط الله تحت شرط. انا اكون خاضع ليه، اعطي اخدم اكرمه تحت اي شرط وتحت اي ظرف. حلو قوي.
طب أسيس أنا شايفة الواحد ممكن يأخذ من هالقصة بتاعت اليوم كتير فوائد روحية، والمشاهد يعني بحب كمان. مهما أقول لك عن الدروس الروحية ما يصدقني. يعني هي غنية، قصة جداً غنية. يعني أقول لك بس لو بصيت في قضاة 11 الآية الأولى، اقرأ الآية الأولى من فضلك. يقولي في الآية الأولى بتقول وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس وهو ابن امرأة زانية وجلعاد ولد يفتاح. تمام، واخد بالك؟ يعني أول درس أنا بشوفه عظمة نعمة الله إن يفتاح ابن مين؟ امرأة زانية. امرأة زانية، لكن نعمة ربنا غمرته. أي إنسان يتوقع توقع إن هيطلع زاني وارث، واخد بالك؟ بالعكس بنقول عظمة نعمة ربنا اللي بتفتقد أشر الخطاط وتصنع منه قديسا عظيما بغض النظر عن تاريخه. بغض النظر، يعني أغسطينوس بيقول أنا علمت الشيطان خطايا، لكن شوف بقى قديس عظيم. فبقول لكل واحد بيشوفني دلوقتي نعمة ربنا بتغمر أشر الخطاط أيا كان فعله تصرفه، تستطيع الآن النعمة تغير من يقبلها. حلو. درس تاني. عارفة الدرس التاني المهم جدا اللي متناسب مع موضوع حلقتنا، أن لا يمكن أن الأبناء يرثوا ذنوب الآباء. واو، هذه كتير من المشاهدين كمان دائما بسألوها. لا يحملها الأبناء لأن ده ابن امرأة زانية. زانية، لو قلنا أن الأبناء يرثوا ذنوب الآباء كان هو كمل، كان بقى هو برضو اتحكم عليه خلاص. خلاص بالعذاب الأبدي. مظبوط. لكن يفتح يبقى بطل إيمان. وده يعلمنا أن كل واحد سيحمل حمل نفسه. درس ثالث. درس ثالث بقوله إما أن تدفن ماضيك أو ماضيك سيدفنك. حلوة هاي، صدقيني. ليه؟ لأن كل واحد منا له ماضي، وممكن يكون في ماضي ملوث. أيوة. لو قعدت أعيش في الماضي ده الماضي هيدفنني، لكن يجب أن أدفن الماضي وانطلق لقدام. مهما كان الماضي حتى مبارح الساعة اللي فات، مهما فيه من ضعفات من عيوب من أخطاء، ادفن، تقدم للأمام. عندنا إله حي، عندنا مسيح غافر، وبيقول تقدم للأمام في نعمة وبركة مرافقة لنا في كل أيام عمرنا. إذا هو نسي ليش أنا أتذكر؟ بالضبط، هو غفر. فأنا بقول لكل مشاهد الله غفر لك، اغفر لنفسك وتقدم للأمام. مظبوط، أبص لقدام. بالضبط بالضبط بالضبط. كتير دروس يا مي لو هنتكلم فيها، يعني كتير 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 فعلا دروس. أنا بقول لكل واحد كمان عليك، أنا باخد ده من نذر يفتاح، بقول لكل واحد فكر في نتائج كلماتك وأفعالك، ما تتسرعش. ممكن يكون يفتاح تسرع. تمام، احنا مرات بنتسرع، ممكن نحكي كلام بسرعة. مرات يجي واحد في أزمة يقول ايه فلان ده مش هكلمه تاني، الكنيسة دي مش داخلها تاني. ودول اوعى تتسرع في الكلام وتطلع كلام بسرعة، تأنى، فكر في كل شيء في كل فعل العواقب بتاعته قبل ما تتكلم. حلو كتير، يعني حقيقي دروس قيمة. نشكر ربنا، يعني الواحد ممكن ياخدها والمشاهدين كلمة كمان. ربنا غنية أكيد، يعني من كل قصة أنا بشوف من الكتاب المقدس هتطلع بفوائد روحية، وهذا الهدف من كلمة الرب. نشكر ربنا، هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. نشكر رب أسيس، وبشكرك كمان كتير على هالتوضيحات الحلوة اليوم قدمتها للمشاهدين، وشكرا كتير كمان مرة، والرب يباركك. أشكرك كمان، خليكم معنا. إذن زي ما سمعنا من الأسيس عزت بالبراهين والأدلة من الكتاب المقدس نفسه إنه مش ممكن يفتح إنه يكون قدم بنته ذبيحة للرب زي ما بيعتقد الكثيرين، لكنه كرسها لخدمة الرب في الهيكل. ومن أقوى البراهين اللي ذكرها الأسيس عزت إن الوحي ما ذكر إطلاقاً إنه يفتاح قدم بنته ذبيحة، لأنه الذبائح كانت تقدم على المذبح في خيمة الشهادة بواسطة الكهنة فقط. وبالطبع من المستحيل إنه يسمح الكهنة بعمل زي هيك إنه يحصل. وما قرينا أنه يفتح مسك سكينة وذبحها. بالإضافة على هيك ما كان يفتح كاهن حتى يقدم ذبايح، والكتاب المقدس ما دان يفتح زي ما دان كل رجال الله لما غلطوا. وكلمات بنت يفتح نفسها بتأكد أنه ما ذبحها، لكنه
كرسها. ما قال الوحي إنها بكت لأنها راح تفقد حياتها، لكن سر بكائها زي ما قال ويليام مارش إنه كل واحدة كانت تتوقع أنها ستلد المسيح الموعود به، فالفرصة بالنسبة لها ضاعت منها. الوحي بقول عن يفتاح إنه جبار بأس، بالرغم من إنه ابن امرأة زانية. هو بده يقول لك مش مهم ابن مين أنت حتى تكون عظيم أو حتى تعمل عمل عظيم. كان من ممكن إنه يفتح يشعر بالنقص وصغر النفس ويعيش معاناة كل العمر، لكنه استند على نعمة الله وصار بطل في الإيمان. واللي حدث مع يفتح ممكن إنه يحدث معك أنت كمان. مش مهم قديش عمرك، ولا مهم أنت مين، ولا من أي عيلة أنت، لكن المهم هو هل حطيت إيدك في إيد الرب بثقة في وعوده؟ هل بتآمن إنك جبار بأس بالقدرات والإمكانيات اللي حطها الله فيك من دون ما تحسب حساب لكلام الناس؟ تعرفوا إن كولومبوس مكتشف العالم الجديد كان أبوه بيقعد على الشط وكان بينسج شباك الصيد ويبيعها حتى يعيش منها، وشكسبير الشاعر العظيم وأبو المسرح في إنجلترا كان أبوه بايع صوف وما تنكر لأصله لكن افتخر فيه. وإنت وإنتي هل بتستند على نعمة الله إليك وبتثق بوعوده؟ هو وعد إنه كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هل بتقبل للرب وبتدعوه إنه يدخل لحياتك ولقلبك اليوم ويغيرك حتى تصبح إنسان جديد جبار بأس؟ من فضلك غمض عيونك وصلي معي هذه الصلاة بإيمان وبثقة. قل له يا رب يسوع، أنا بعترف لك إنه أنا إنسان خاطي، عوجت الطريق، شوهت صورتك في حياتي. أنا اليوم برجع لك من كل قلبي وبفتح لك باب قلبي وبقبلك مخلص ورب وسيد على حياتي. يا رب اقبلني ابن لإلك. يا رب أشكرك من أجل غفرانك لخطاياي على حساب دمك المسفوك على الصليب من أجلي. أشكرك يا رب لأنك سمعت لصلاتي. آمين. تذكر عزيزي المشاهد إنه الكتاب المقدس بتقدر تجيب المال، لكن الخلاص فقط بالنعمة. من هم أبناء الله الذين تزوجوا بنات الناس؟ ومن هم الطغاة الذين كانوا في الأرض؟ وهل قرر الرب أن عمر الإنسان لا يزيد عن 120 سنة؟ تابعونا في الحلقة الجاية حتى نجاوب على هذه الأسئلة الصعبة وأسئلة تانية كتير. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وفي آية جديدة من برنامجكم أصعب الآيات.